بتحكي معي وهذا بقول لي من هون هذا بيحكي مع حداك الثاني. ركز معي ركز معي بكل بساطة. حابب أقول كلمة كتير حلوة. أعزائي المشاهدين صباح الفول والفلافل، معكم حكيم صاحب الكرشان الذي مرة سأل فيكم جميعا إلى حلقة ثانية من برنامج جاري اللعب على التلفزيون الآن. وطبعا اليوم هنلعب ليجو ليجندو ليج اوف ليجندز. طبعا لعبه شفتوها اخر مره اللي هي الموجوده على الاعلان، اللي هي انا فكر حالي بعرف العب، بقول اني بعرف العب بعدين باكل على راسي. ما علينا، معنا حسام المصري مره اخرى بالاضافه الى محمد حمال. كيفكم يا شباب؟ هلا وحباشا، هلا حكي كيفك ما شاء الله قاعدين بالبرلمان احنا، كل واحد بيحكي بنفس الوقت. بسم الله ما شاء الله عليكم. نعم اهلا وسهلا. ما شاء الله، اقسم بالله اذا ما الشباب طلبوا بيتزا هات والله العظيم وصل قبل ما ارفع تليفون ترد علي مرتي. شو اقول؟ الله اي والله اي والله هاي هاي ولا كيف حد من اندر الاندرين هاي معنا. المهم مين وين الشباب الباقيين اللي معنا هلا؟ هاي في واحد دخل والثاني هلا بيجي ان شاء الله. هيو دخل معنا على على التويتش كمان. على التويتش اهلا وسهلا تد. سمعنا تد قطع مع الخط اعزائي المشاهدين. بناخذ مكالمه ثانيه مع مشترك اخر مع كابوي معنا. تفضل. ايوه تفضل. والله كابوي احنا في عندنا سؤال مهم جدا لحضرتك. ما رايك أتفضل بسعر البطيخ اللي نازل في السوق؟ البطيخ مضروب والله يا خالتي. هذا كلام غير صحيح. اكيد سعره مضروب. هذا كلام غير صحيح صراحه. انت البطيخ لما تخبطه تعمل معك. عمرك عرفت البطيخة أصلاً؟ عمرك بتشوف أبوك ولا أمك لما بيروح على السوق بعد بطبطب على البطيخة بلا عليك تطلع حلوة ولا تطلعش حلوة؟ أنا بطبطب على البطيخة. أنت بطبطب على البطيخة؟ اقسم بالله شايف تقول لك إذا ما أنت كلك على بطنك بتقع لو مسكت البطيخة. أنت شو شكله أقسم بالله هو هذا مسك البطيخة قش خسرت عليه. إيش يا بابا؟ إيش يا بابا؟ المهم بطبطب على البطيخة بتقول لك منيح كويس. البطيخة لو بتفهم تمام. لو البطيخة لو بتفهم بتطبطب عليها بتردش عليك عشان ما تشتريها صح ولا لا؟ بسيط برضه كيف بس. وهذه أعزائي المشاهدين نظرية سعر البطيخ في السوق. المهم نرجع للبرنامج نكمل الموضوع اللي احنا فيه وندخل على الجيم. هلو مين معي؟ هلا هلا حكيم استاذ. اهلا وسهلا تد كيفك حبيبي؟ هلا عم قلت كيفك شو اخبار؟ ليش حاسس انك عم تحكي معي من تحت الحاف؟ ايش فيه؟ مش برنامج مش عنده عنده ديوم. انا الحكيم. لا لا اسمع وطي الصوت. ايش انت بلعت المايك؟ ايش فيه؟ خايف ابوك يعرف انك تحكي معي؟ ايش مالك؟ هاي حبيبي انا حاب ان انا ايمن سمعنا صوتك. انا مشتاقيت له كثير. انا كثير بشتاق له. طيب هاي حكيم انا كثير مشتاق لك. هل هل, هل بتامني بالحب؟ يا زلمه بقول لك مشتاق له بامن بالحب. حكيم انا كثير مشتاق لك. الله يخليك. هلا تقعد تد. هلا تد انت اللي بتحكي معي؟ تد الو انت اللي عم تحكي عشان اوطي صوتك وعلي صوتك لان عندك ديستورشن كثير عالي بصوتك. لا لا بس لا هو بمزح هيك. كل اول جود لا لا بدي اتاكد صوته على اساس انه ما يكونش الليفل تبع الصوت عالي ونازل عندي هيك وحركه ما علينا. المهم يا شباب بدنا نلعب اليوم. بدنا نبلش. ممكن تفوتوا؟ ممكن تخلصوني؟ يلا اكسكيوز مي اكسكيوز مي سير. ايش اكسكيوز مو دخلت على الاكونت؟ طب اعمل له انفايت يا اخي. هو وين راح صوته؟ عن جد هيك صوتك تد انت؟ لما الفرسان مو مبين؟ هو هيك صوته. الله كيوت فنان والله. ايش مالك على صوتك؟ كيف اتفقك؟ لا يا جماعه كثير كيوت. اعمل ميوت تد. اوكي هسه مش موضوعنا. الموضوع وين الشباب؟ الشباب ايش عندي اونلاين؟ اوكي هاي دخل واحد مدمر فرسان بنعمل على الحساب. هاي دخل كمان ايمن. يلا ممتاز. اوكي اوكي بس اسمع تد اهم شيء بس عندك الصوت ما يعني ما يكون كثير قريب من المايك على اساس ما يعمل ديستورشن عندي لانه الصوت بيطلع عالي كثير عندي. اتس اول جود. يلا ليتس هاف ا جود جيم كلين. ما بدناش كلمات فاسده. اوكي طب يعني اكبر كلمه بدي اسمعها اللي هي ذا اف وورد اللي هي فورا بكون عندك حكيم. هي فيكتوري قصدك اللي هي لما اقول لك قد اف هير بقول لك فورا بتكون قد فورا هير عندي على طول فورا بتكون عندي. تمام. طب مين هوس؟ مين هذا هوس؟ مين المعنى؟ مش هوزي. تعامل هذا مش هوس. هوزي هذا مكسيكي. هذا مكسيكي سكان المانيا. هو زي اه بالضبط. مين انت عم تقول له كيك على السريع؟ يلا اعمل اكسبت يا ايمن. اعمل اكسبت يا معنا ايمن.
يلا 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 حسيت هذا في شغلات بودي يلا. يوسف ايش ايش بدكم تلعبوا وايش الرولز توب مين ما بعرف ما بعرف ايش اخذ انا مين مين في حد مين اي دي سي هون ايمن بيقدر يلعب بسفورته اي دي سي اللي هو بودي يوسف اوكي انا صرت اي دي سي هذا القرار اوكي تمام اوكي حط اي دي سي ان شاء الله نقدر نلعب جينكس هالمره ان شاء الله تزبط معنا ما هي باند ياخذوها حظا بس هذه كان بالبلانك يو هلا بدنا نجرب نشوف بس على فكره انا بس حبيت اقول لكم احسن اي دي سي بتشوفوه في العالم العربي موجود هان وعنده كرش هذا الكبرى صاحب الكرش العظيم هو هذا اللي راح يصير اليوم يسعد الله شو انا متحمس زمان مش لعب لها بلعب مع عمار صاحبي ابي اخبط معاه دايما نلعب تكن 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 خلص تكن راسي يا زلمه خلص بكفي اكسبت طيب يا شباب نفرات رباب انا ممتاز طيب ايش بدنا نعمل بان اول شيء نعمل بان كيتلين زي ما بدك لا قولوا لي ايش الاو بي تاخذ جينكس بتقدر تعمل ملكيت يا اكيد declare your champion انا عملت declaration طيب نسمي بالله اعزائي المشاهدين طبعا هلا احنا بدنا نصير نختار مين الشخصيه اللي ما بدنا اياها تلعب ضدنا انا راح اختار شخصيه اسمها كيتلين راح اعملها بان بشيلها من الطبخه كلياتها طبعا عندنا شيكو عندنا جاكس جاكس عم يفكر يعملوا له بان ولا لسه نشوف فريق تاني كمان قبل ما نختار الشخصيه تبعتنا نقدر نختار واحده من الشخصيات اللي هم ممنوع ياخذوه فلو بتعرف انه في لاعب اللي ضدك بيلعب ببطل معين او لاعب معين ممكن انا اشيله عنه او لو في شخصيه انا ما بدي العب ضدها يعني انا ضعيف ضده او شيء زي هيك بشيله من اللعبه على سريع بريح راسي وبعمل له شو اسمه بعمل له بان او بحتفه من اختيار الفريق الثاني ليش بتخرب عليه لانه في ناس كثيره في اللعبه هاي بالذات بيصيروا يختاروا لاعب واحد وبيكونوا مبدعين فيه يعني يعني ان شاء الله كنت احسن منه ولا اضعف منه لو هو بيلعب بهذيك الشخصيه ممكن يدمرك ويدمر اللي قدامه اما بالحاله هاي انا بزبط حالي يعني بريح راسي وبشيله على السريع وهذا بكافئ اللعيبه اللي بيلعبوا باكثر من شخصيه اللي هم شاطرين كثير بشخصيات كثير مثلي انا صح شباب صح شباب مثلي انا صح مالك لعبت غير جينكس سفاح بس مين شال حسام انت ليش ما بتعمل سبورت لإلي يا زلمة هو لازم يكون في اثنين ثلاثة ولينا سبورت واحد بعمل لك ورينا الاليستر تبعك انه حسام عدو النجاح انا من اعداء النجاح هو انت من اعداء النجاح ايش ما شو عملت لك نجاح ليش زعلتك شيء عملت لك شيء هي شباب اللي حد حابب انه يسب علي لو سمحت اعمل ميوت للميكروفون وسب قد ما بدك لان انا انا هسهلها كثير عليك كل يوم يعني هطلعها من عينكم يعني اريد ميت اوكي ديد ايش ياخذ ايمن على ثريش جارديان اوكي ابعث له انت عندك اياه اكتبهم هون بالشات تبع الجيم اسمع انت بدك اني العب التيميت هات اصلا بالتيميت هات وسكورتش يا حسام تقدر ما بدي اخذ كود جرا ليه انت بتلعب جينكس قاعد انت خد فليت فوتورك اخذت فليت فوتورك عم بحكي انا بالسوسري بالسكندري ثاني سوسري خد سيليريتي وجاذرينج ستورم سيليريتي وجاذرينج ستورم قلت لي تمام يس وناحية ثانية عندك ترايمف وعندي الاكريتي وعندي لاستان لا كود جرا لا غير هاي مخبص هاي الاكريتي بدك اخذ الاكريتي ولا مو ولا الاكريتي اوكي ترايمف اخذ ترايمف ولا اخذ بريزنس اوف مايند ولا اوفر هيل ترايمف صح بيحكوا اوفر هيل صح في ناس تاخذ اوفر هيل ناس تاخذ ترايمف اتوقع جنجل اوفر هيل بيحكوا احسن لا خد اوفر هيل خد اوفر هيل يا اوفر هيل اوفر هيل اوكي انا كنت عم بظبط الرونز تبعتي تمام ما علينا طب تلم بالمد اديروا بالكم اس اس من هسه ميسنج من هسه من هلا بتقولي ميسنج بالضبط المهم طيب حسام هلا شو البلان تبعنا انت بدك تبلش تحكي لي انا شو اسوي يعني انت عم تلعب على كاركتر اسمه كين انا بلعب كاركتر اسمه كين بتحول كين شرير او كين مش شرير كين شرير ومش شرير حلو
واضحة. هلا هو كان، هو كان اساسا معاه سلاح بحكي معاه، فبدي بتختار انه كان يسيطر على السلاح تبعه بصير الشادو اساسا، يا انه سلاح يسيطر على كين بصير راست. هم هذول التو كاركترز تبعون كين. حلو. هذا الجيم احنا عادي نحاول نخلي تالون ما يعمل روم عليك على البودكاست عشان ما يقتلكم، وبنفس الوقت ما نخليه يعمل فارم براحته عشان ما يوصل لمرحلة يصير يقتلنا كلنا كمان. اوكي. يعني انتوا ديروا بالكم لما يكون تالون ميسينج بالضبط شوي، وبنفس الوقت انا راح احاول اعمل انفيد مع تالية على يي هيك الخطه. حلو. بالضبط. انا هحاول اضلني عامل بوش للين بحيث انه اخلي تيلون باللين اكبر قدر ممكن. نعم. لانه تالية عندها شوف بتقدر تعمل شوف سريع، فهو هذا الهدف عشان بحيث انه ما يروم وانت تاخذ راحتكم باللينز. نعم. نشوف. يعني هلا انا مطلوب اني انا اضلني في اللين، وبعدين يعني هي الفكره كلها ان احنا بنلعب بوك ولا بنلعب اجريسيف، بنشيل التورات ولا بيك اوف ولا 5 اون 5، شو بنلعب يعني؟ شو اسلوب لعبنا احنا كفريق يعني هلا؟ نص بدنا بسكيل وانا سكيل. احنا سيج، نروح نعمل نجمع التور نحاول نعمل سيج عليه. ممتاز. هي هاي الفكره الرئيسيه. حلو، وصلت الفكره. اوكي. 30 seconds until minion spawn. اوكي يلا رقصه سريعه. وين هاي؟ وين الرقصه؟ هي رقصة. مش عارف ارقص انا. شو تضحك انت؟ بتضحك كيف؟ كنترول 4. اوكي كنترول 3 سويت. اي 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 سمنر هاز ري كونكتد. احنا ليش عم نساعدك بالريت؟ ولا اروح علينا على طول انا؟ ولا ايش اسوي؟ انا ما بقدرش اساعده. روح علينا. اوكي طيب. انا مين معي؟ ايمن صح؟ ايمن. سامعني هو ولا ميوتد ولا كيف؟ سامعك هو بس ميوتد عنده ازعاج. اوكي مش مشكله. اوكي بس حتى الشات انا مش مبين عندي، انا طافي الشات اصلا. فاذا هو بده يطفي الاول شات، ما في داعي تطفي الشات لنفسه. انا طفيت الاول شات ما بعرف. تمام. ترى ليفل 2 حلو. تمام. وهذا قديش عنده؟ عنده ما عنده ريلك لسه. ايمن ضيعش علينا الفارما. الله يرضى عنك. الله يرضى عليك. تفضحنيش. يستر علي. الله يستر عليك. اسمع فكرة، انا لعيب السي اس طلعت ماستري عندي قريب. اوكي حبلش. دير بالك انا حط وورد هون. بدك مساعد هناك؟ لا ضلني باللين. انا لا بضلني باللين. ليونا ميسينج. هاي ليونا هون تعال. ها اي نيد هيلب. ضيل انتر بالضبط. اوكي ايش في ايش في ايش ايش الدمار اللي صار فيه هذا؟ حلو حلو كثير. طيب انا اكلت على راسي على العموم يعني، بس حبيت اقول لكم يعني. حلو
صفة. انا جاي الويف على طول هجموا علي وعنده موف ان سبيد كانت ولا مش عارف بالضبط. هي ليونا لما تكون لحالك المفروض ترجع ما كنت عم برجع بس كانت اسرع مني بكثير. انا مش كتير شاطر لما بلعب لحالي يعني. فتعتمدش انه تفكرش انه انا ام سيف يعني لما اكل حالي. الويف كله ياته هيروح الويف هيروح دي بيبل صغير اول ما تسيب لحالي بقى راسه هيه الحقناها. لا فلاش ترى لا هون. أنا هلعب هاي المنطقة لأنه ما عندوش جمب على الوولز. راح ألاقي كل شيء. An enemy has been slain. الله we're winning. الله طلعنا لعيبة. أوكي ما مش كتير لعيبة. أيوة missing أنا عندي ها. تمام في حدا ورد هون هاي ورد stay still I'm trying to shoot you stop resisting my plans to kill you. راح الاقي الويف. اوهو حلو قوي الكلام ده حلو قوي. ايه الكلام ده ميسنج ميد دير بالكم. انا شفته طالع هاي طالع توب سايد هاي طالع توب سايد بالضبط. شفت كيف عم طلع على الخريطة كنت انا شاطر انا الله عليك. اي 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 معك فلاش. اي اي اسمع انا كثير اكل الضرر. اوكي منيح تقدر تعمل ريست. اوكي تمام جود جاب. مين قال جود جاب؟ هو قال اوه نايس. تعمل ميوتد. اها اوكي طيب نرجع ولا نستنى الويف يجي؟ تقدر تضلوا. اوكي بس حسام يعني تعال دلعني تعال ساعدني انقذني انا نجم البرنامج يعني المفروض اني يعني هيك يعني صح؟ هاي متحرك بتصايد انا. شوف انت نجم البرنامج بس مش نجم الجيم. ايش قصدك يعني ايش قصدك ايش قصدك؟ العب واحد بالحياة انا ايريل لنجم الجيم فانا هذا كلام سليم وخليك تعمل فيد. هذا كلام سليم انا بعمل فيد شكرا. انا راجع لنا شباك بتلم بتصايد. اي اوعى اوعى يا في تلم بتصادف اسمع اسمع ايش القرف والوساخه هاي ايش قله الادب هاي ليش العب ليش اخاف ليش بدي اروح انا جاي. هلا وصل حسام. طب سباي احكي لي انه اروح قول لي واو اربع بوت يا ناس. توصل للانتن والله لو شو ما بتوصل له لو ما جي وانتقل الى رحمه الله كاوبوي وتريش وانتقل الجميع لرحمة الله. صح في صاروخ جاي بس مش رح يقتل احد. هذا فوتيشن مش صاروخ على الفاضي. صاروخ على الفاضي صح. اسمع اخذ الزيل الاول ولا استنى البي اف؟ الزيل صح؟ جيب زيل. لا مش غلط قبل البي اف اتاك سبيد بوتس عشان تعمل فيد اسرع كمان جبتك. شكرا شكرا. هو الفريق عرف انه انا ضعيف في اللعب هذا فاجوا كلهم لتحت.
تم عليك. اسمع مش نافع نلعب مع إيريليا. طب خلنا نركز مع المسكين الجينكس تحت وخليه البني آدم يكره حياته ويتلت ويأنت. زبط وهذا اللي صار. شايف مش مهم مشكلة معنا إيريليا عم بفوز قاعد. طيب أوكي بس يعني حابين إنه نلعب يعني حاب تتسلى قاعد. حاب تبين لعيب قدام الناس. لا هو انا لعيب اصلا بس انه عادي هم الفريق عارف ان انا يعني انه انتم ان شاء الله بتلعبوا اكتر مني فهو عارف انه 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 يعني فهمت علي كيف. لا لا كلامك واضح وصريح. شكرا اهلا وسهلا يعطيك العافيه. لا دائما لعب معي. اوكي طيب الدنيا فاضيه فيش اي نوع من الزحمه فيش اي نوع من الشيء شكلهم بياخذوا دراجون يمكن التنين. لعبتين هي توب سايد والتلن بتحرك على التوب. طيب والمطلوب دير بالك يا ما نقدر لهم ما نقدر تو حاولوا تاخذوا التور البوتلين هذا المطلوب ما هذا اللي راح اعمله هلا. اوه تشوغاث عندي تشوغاث بيهايند يعني ما مش اشي بس دي بقى بتلعب انسى بوت سايد او هي تلعب بتحرك توب سايد يعني نرجع سريع. لا هيو لسه فوق. لا لا توب سايد مش بوت سايد سوري بس في تلعب عندك انا عم بتحرك عليك ما ايش همتين ما اشتريه كمان حموت معك شكله. الانمي هاز بين سلين ان الاي هاز بين سلين انا حرجع ان الاي هاز بين سلين الكل راحت لما صارت السبورت شو مشكلة انا اخذت شت داون اوكي احنا بقينا دقيقة اصلا هناخد بريك ونروح الموجز فاحنا ممكن كملنا المباراه يعني بس ما اظن نكون خلصنا خمس دقائق صح؟ لا 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 شردة 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 تانكس لو درت بالك لحقتنا جيتك كان شلناهم اوكي في 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 حركه لان احنا عم تصير صح؟ بالضبط مسري مسري زبط صار اوكي حط لك ورد هون انا ولا احط لك ورد عندهم؟ حط ورد عند التلنين اوكي هاي وصل الشباب يلا شباب احنا بس راح ناخذ استراحه قصيره جدا اوكي هنروح فاصل على الموجز وبعدين نرجع لكم على طول بعد الموجز. جاز هاتو اي اي يا زلمه شو الضربه اللي صار فيي ليش هيك شيلوا عني الليونة هاي الملعونه بالضبط يلا بسيطه فوزنا الفايت يا الله مش معرف يا زلمه بالنص الخناقه ضرباني واو انا مسكتني كمان معك رامبيج رامبيج كمان الله وحش وحش يا حسام انت رار رامبيجر يا زلمه ايه رامبيج باتشو ايه باتشو قديش احنا مصاري بدنا نجيب البيكاكس احنا بيكاكس يلا تمام تمام اوكي حلو طبعا اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل نعود اليكم من جديد نكمل المباراه. طبعا المباراه هي نفسها كنا فايزين صرنا خسرانين وطبعا كله بسبب ايش بسبب الشباب اللي اسمع صاروخ جاي صاروخ جاي صاروخ جاي تموت لا ما تضرب اضرب فيها ما تضربها زي ما جرافه هاي ليونا هاي بس دير بالك دير بالي انا دير بالي حسام انا رايح فين انا راكع تاني حلو 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 كثير في ناس عم تتحركوا في ناس عم تتحركوا هاي بس يا ماما يا عمو يا بابا يا عيسى يا موسى اسمع احكي انه في نفر جاي يعمل لي مشكله ارجع لورا ما بتروح تورد زي هيك ما بتروح تورد زي هيك بالوش وضدك تلون وشغلات زين يا بالضبط اسمع هذه انا بسميها قله خبره في دريك يا اخوان
سكوري 0-5-5 برعيدو. اسمع اعطيك مثال على اللي انت عملته ايش. اللي بروح بعمل فيس تشيك مكان تيكز حاط كل البومز تبعته فيه هيك عمل. ماشي اوكي. سرقتها؟ ما سرقتها اكيد ما سرقتها. نعم. اكيد ما سرقتها. شو ال سي اس احنا؟ مين معصب هاد؟ حلو. مين اريل اللي فقع هاد؟ الله على اربعة فاضي. الله كمي كمي يو. يلا في بالمد كان مسكناه بالعقب بالمد سبيد. جايبك وين ما تروح. اوكي هنزل تحت. نزل تحت بالبوش يا ايه. حلوة. وين راح؟ نزل لهون. ما بعرف. انا بدي اطلع توب. او هاي في توب سايد. انا مفروض اني ارجع صح؟ مفروض مفروض اني ارجع. بالضبط. بس تلن توب سايد عشان هيك كنت تفرم براحتك. مين تلن توب سايد؟ ما هذا هون. هذا هذا بيمني شاورما هذا. طلع والله والله شاورما. هاي جاك هاي جاك تلن شفت كيف؟ جاك الموت يا ترك الصلاة. طب شباب تعالوا لعندي. تعالوا لعندي ان شاء الله. تعالوا لعندي بليز. انا والله عم بهرب بس والله هيجي لعندي. حيوا يا شباب ان شاء الله. قلت لكم تعالوا. اسمع اسمع بيع الايتمز تبعونك. رفل تاج رفل تاج. وعلى فكرة حتى بعد هيك برضه هموت يعني. في تليبورت المد. بدنا هيلب يا اخوان. انا بقدر اجي بعد البلو عشان هلا معيش منه. بس شفتوا كيف كان عندي حس عارف انه هو هينط من هناك. عارف انه هو خسيس هو جاي من هناك. هذا هذا جيم سنس اسمه. هذا جيم سنس. الحس السادسه هاي اللي هو عارف الارنب لما هيموت هيك بحسه بيعرف انه هذا مش بيهرب بيموت. سيبك 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 انت سيبك انت سيبك انت لون هيموت. اسمع في صاروخ جاي. في صاروخ جاي. لا لي ضربه. الله خد يا عمري. اوه كبت زون يا عاد. صلي بزوست صار فاضي. بس كأنه شوي ديب. شباب انا كنت جاي اساعد. ايش صار؟ ايش عم بيصير فينا؟ بتجرونا. الخمسة ماتوا. يفضحتكم يا شباب. يفضحتكم. بس هو مين اللي كتير قوي عندهم؟ بدي افهم مين الاوفر فد عندهم؟ يي؟ يي وتالر. بس تالر مش كتير فد يعني. بس يي. بس يي هو يي المصيبة يعني. يي عليه. فهمت. يي علينا. فهمت. يي علينا وعليه شو فد. لا بنقدر نوقفهم. بس اذا قتلنا هذول الاثنين بنقدر نروح برون. يا ليليا. اوكي. معي قلت انا. انا هنا جاي. ليك هاي قلت؟ كنت زمان. خلاص استسلمنا. انا لا استسلم. هلب هلب هلب. حلوة. اوكي. واو. ساتو مكانه. والله وحش. ايمن ضل واقف ولا فارق معه. طيب ناقصين الشباب هم هلا من وين راح يجوا؟ حيث لا ندري. انا هيني هيني جاي. فاوندم. تد تساعد حسام. والله ما يساعد حسام. شكله ما راح يساعد حد. يساعد حاله. فش معه بريدته. انا صراحه مش مسترجع. انا لازم اضلني ورا. تالن على فكره شكله عارف الحين. تالن وراكم. تالن وراكم. تالن وراكم. لا انا خليني ارجع. خلي يموت لحاله ظهر.
هرب هرب ران. عدنا. ايوه شو 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 عم بينكتب بالشات؟ ولا شيء بس بينج. هلا اجيب الرابيد فاير واجيب الهوريكان مع بعض الاثنين. حاضر. والله هاي حقيقه. طب انا وين بدي افرم طيب يا ناس؟ والله بدي افرم عشان عشان اغطي على اغلاطك يا بخالتي. اغلاط مين؟ غلطي انا؟ لا لا بحكي معك. لان انا ما بغلط يعني، فكرتك تحكي عني. انت ما بتغلط ابدا. انا كل شيء كل غلطه بعملها بالقصد. نعم بتكون كالكوليتد ميستيك. كالكوليتد ميستيك. ايوه اللي هو this was a mistake and I knew it. It was calculated. Yes, this was a mistake. It was a terrible mistake. But calculated. أنا كنت عارف إني حمود. بس كنت عارف إني حمود. طب شباب أنا والله قاعد بركض حوالين حالي، مسحين أختي الخريطة، خلوا أعطوني إشي ألعب أفرم منه. تعال فرم من شوكس بالبوتلين. عبال ما وصلوا بيكون مات. قبل ما نوصل قبل ما بكون اخذ بارون اتوقع. ايه ساعة. انتوا ليش الكل؟ انا مش فاهم. برضه انا بدي اروح شو اسوي بالبارون. اخذوا بارون؟ اخذوه؟ اتسوي هلا بدهم ياخذوا هذا. كان قلت انا ويريليو. طب نقدر نعمل فايت الاربعة ضد خمسة الفايت. طب يلا انا جاهز. طب صبرك شوي. اوكي ايش هاد؟ طب انت طلعتني من الخناقه هيك. اوكي انا حرجع شوي. حلوه. اوكي فلش جيبه. حد يساعده ايريليا. والله انا حاسس انه يجي هيلف ويرجع يقتل لي. لا عايز تضلك تلحق لحالك. جاي اهلا. الله على الملل. يا الله على الملل. اسفت مش معك هناك عشان حلو الستان. حلو الستان. حلو كثير. طيب هلا عشان نرجع للجيم، هل في مجال ولا لا؟ في مجال بس كثير قليل يعني. حاول نستغل انهم هم فل اي دي ونستنى انا وايريليا يصير عندنا ارمور كفايه يعني. اوكي تهديد هلا ما جابش ولا ايتم ارمور. وثريش اذا بتقدر جيب نايتس فاو. هم هلا عم يتجمعوا هون ولا ندافع هون شباب؟ هلا يي ما معه فلاش ولا جارديان انجل. فاحنا حتى قديش الكول داون تبعت جاردين انجل؟ خمس دقايق. هي بتطول الفايت الجاي يعني 100% ما في هون. جن تقلب على جن؟ يا بس اوكي اللي كتب انا معك. لا يا زلمه مش معقول هالبني ادم. داون تعال انا عم ببلاني بلع يعني مش عاطيني مجال العب. ايوه نفوت على تالن. ايوه حلو شباب. هلا بيحاول يكمل عليه حساب مصري بس هلا عنده كمان ضربه ثانيه بده يحاول يشيل الاساس ضربه ثانيه. الله بده يروح لمسح هذا كمان قاعد يخبطه المدفع الكبير هذا يخرب بيت شو بقره ليونا. تروح عليه راحت التاور اللي تحت لان البرج الثاني اللي كمان دول مركبين وراه. اسمعوا شباب ما عليكم في صاروخ خلى جاي على الطريق. الله الله حلو وصل الصاروخ. المهم هي هي بنمشي في تي بي في تي بي هون. اوه 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 اوه
انا متت انا متت انا متت انا متت اوي انا خط الدفاع الوحيد اللي موجود. طب ليه عم تضرب البقره هذا؟ اضرب الصغير يا حرام. اوه نايس يا حرام يا حرام. جيد جدا مجزرة ما شاء الله. نعم. جيد جدا مذبحه قبطه الزنبار. ما علينا. ثم بالاخير هم استفادوا وطلعوا بينهم. لا بس طلعنا اقل عدد الخسائر يعني. انت هيك شايف؟ لا الانهيب هاي على فكره شالوها من زمان. ها لما قتلوك. اه بالضبط. لا قبل 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 لا لا هم لما قتلك تلون. اه لما قتلني تلون لاني مت ثلاث مرات بعديها فمش عارف عن اي وحده كنت عم تحكي يعني اي موته فيهم. بقول لك الصراحه انا بكذبش حالي ولا حالي يعني. يب شو المطلوب؟ لا نحاول نعمل فان قد ما نقدر. هذا اللي انا عم بعمله بس مش في النص. بس كتير بالك انه يطلع لك واحد من هون ولا من هون. هيا هيا شايف طلع لك طلع لك. هيا 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 وات ذا هيل. ما عرفتوا تعملوا هيك قبل ما هي ينط علي صح؟ هو استخدم ايدج اوف نايت. هاي بتوقف واحده من السي سي. ايش هذا؟ غير هيك هو كان مختفي. ايدج اوف نايت ايتم بخليك تتذكر بانشيز فيل. الايتم اللي يوقف لك فيل هو نفس الشيء هذا. بتصاد 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 يا تد. انا رايي سيبك من. عرفت علي؟ عرفت علي. فعشان هيك ما كنا بنقدر نوقفه بالسي سي. لا هو هيك اصلا انا ما كان المفروض اكون واقف بالنص صراحه. هو بيستنى فيك يعني. هو عنده هدف واحد بالحياه اللي هو اقتل الجنس. صح وصراحه بيعمل شغله صح. اوكي وي كان فايت ات. عجن عجن هيو جن هون سي سي يي قتلنا كلنا. طيب حلو. على فكرة كان جين واقف لحاله يعني. ما هي المشكلة انه جين كان واقف لحاله لانه يي وليونا وشوكت فجرونا. ايوه المهم جود جيم. السي سي ويي بالدمج. فهمت عليك. ما عملوا لنا سي سي كثير وهو عمل دم عشان هيك. معنى المهم نجرب نظبط الجيم اللي بعده. اول اشي لازم نعمله انه نخلي افضل لاعب عندنا يتحول من الاي دي سي للسبورت لانه السبورت اهم من الاي دي سي. اوكي حكيم تمام. ماشي حكيم ماشي يا حيوان. ماشي ماشي الله انا اسوي مشكله زياده حق انت. اوكي يلا بلاي اجين. انا جاهز. يب ثواني انا عندي هلعب نوتلس هالمره. تخيل لو كنت انت نوتلس الجيم هذا. تخيل لو انت بتعمل الالتي تبعك على ايه وين ما يروح ويهرب ويركض ويفلش الالتي تبعك تن 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 لاحقه. طيب اوكي بس ما تقول لي انه عشان انا اللي كنت عم بموت. انا فيش عندنا فرونت لاين يقدر يعمل اي شيء. ايش اسوي طيب؟ احلى شيء عندي اثنين اونر ستيت كول. كثير كنت كول انا الجيم هذا. كثير كنت هادي ورايق. كثير اعصابي كانت بارده. تلت بروف انا. نعم احنا بنعتبر انه انت لم تتلت الجيم الماضي. طبعا حاب اقول للشباب اول شيء بدي اوجه تحيه كثير كبيره لعمار واحد من المشاهدين اللي بيتابعونا على القناه. اعذرنا قاعدين نلعب خمسه احنا كلياتنا عم نلعب هلا لسه عم نلعب رانكت يعني فعم تابعكم حبيبي عمار. اكبر تحيه لك من سوريا. عمار من سوريا. هذا مو نفس العمار اللي انا بلعب معه. هذاك عمار الجرف صاحبي بيساكن بالامارات. اما او ايش صار والد سبلينج ريدي تشيك. شو صار ما فهمت ايش صار معك؟ ما بعرف اجى لعندي الاكسبت وراح. صار في بق عندك ان اكسبكتد ايرور.
ان شاء الله ما يكون قال لي انه انا عملت له شو اسمه. بالضبط. استاذ عادي. انت ما عملتش اكسبت. ما اجى عندي وراح على السريع. استرت يا مش مشكله مش هلا برجع بيطلع. يعني المهم ما بيعملنا ما بيعملنا شو اسمه بان. بان او 5 مينيت ديلي. لا بان بتشامس لك. اوكي تمام ماشي. بس تحسب عليك خساره؟ لا 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 روح انت جنجل. حماد ما عنديش تشامبيون جنجل هون ولا واحد ولا واحد غير مستري بلاش مستري. اعمل بان لمين؟ ما هو حسب حسب تشامبز ضدنا. احكوا مين اعمل بان بسرعه اختاروا شيء. عادي بان باني مستري بصير. يلا خلاص عادي شيل شيل كاسكس يا زلمه اذا مضايقك. انتوا الاثنين كازكس سباي بسرعة بان. اوكي والله برافو عليك مورغانا اختيار كتير كويس. لإلك قال. كان لازم انا اعمله بان. اوكي طب هلا اشيك الرونز مرة تانية. انا بلعب افتر شوك وبلعب ديمولش. لا مش ديمولش ما بدي ديمولش. لا مو ديمولش. لا اللي هي فونت اوف لايف ولا افتر تيكينج دامج ذا نيكست 3 سبيلز اتاك يو ريسيف. في بوم بليتنج كمان. هي هاي اللي انت بتحكي فيها. بوم بليتنج خد بوم بليتنج. اوكي كونديشنينج ايش هو تغيروا هذول من اخر مره لعبتهم؟ لا 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 ما غيروا. بدك تورينا في الاي بي. Conditioning after 10 minutes after taking damage from enemy heal back some missing health over time second wind. Chrysalis انا عم بختار ولا I'm picking next. لسه. Start the game with 50 extra health and 4 takedowns consume that health to gain. هاي خدها خدها احسن من second wind اللي هي الهيل. اوكي اوفر جروث. لا مش اوفر جروث. لا 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 ايش في اشياء غير اوفر جروث؟ في ريفايتلايز اللي هيلز اند شيلد كاست 5% بتزيد الكي هيل. لا لا غيرها في اللي هي اللي بستعمل السمر سبيل بتعطيني تناسيتي المفروض اني هاي او الاوفر جروث اللي هي كل شيء بيموت حوله بيزيد لي هيلث. اظن اوفر جروث. خد اوفر جروث من هدول. طيب والناحية الثانية أنا عندي دومينيشن بلعب تشيب شوت اللي هي اللي بتعمل دامج زيادة للإمبيرد يونتس وغوسبورو. لا ممكن أغير هاي أخذ بريسيجن أخذ سوسري. سوسري شو بأخذ؟ اوكي اخذنا بسكوتي. جبت بسكوتي انا. هاي بتعطيك بسكت كل 3 مينتس كأنه. فبقدر اعمل تريد اكثر. شو بخصوص اش وجينكس؟ ليش معك هيل؟ انا معي هيل. معي هيل. حد كان يحكي لي كنت عم بسوي الرونز تبعتي. ما يعني كل واحد يتبع حاله كان. طيب ما اوكي. لا بس ايش الفريق اللي ضدنا كله اي دي سيز هاد؟ لا اش سبورت تام كينج توب مزهار ميد كميل الجنجل جنكس. شو يعني اش عادي تكون سبورت؟ لا مو عادي بس عادي. ماشي نعملهم بانش. يعني هو مو عادي.
اه اعملهم بانش، انت اعملهم بانش. اه انا هعملهم بانش. هيلهم حتى الموت. اه هيلهم. اسمع ما تسأل فيها فكرة، انا مجرم بنوتلس. المشكله مش بالنوتلس، المشكله بالهيل اللي نلتع لي اياها يا زلمة. خلاص مكانها اكزوست، يعني شيل اكزوست تعمل اكزوست مش كتير مهم. نايت 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 تعمل شي بتعمل لهم شوية حريقة يعني بتطفوها. انت هلا بتيجي تعمل جاي تحت صح؟ هذا اللي هيصير. مش قبل ليفل 12 ليش؟ ول 18 خلص. ليه بس كده بس كده بس خلاص على 18 ليفل 6 بجيك طيران تكبس ألتي وبطير كمان. كيبي هير كيبي هير شون احلى شيء في عندنا واحد اسمه فيري ووفي دوغو وولف. اوف اولاد فيري ووفي دوغو وولف عم بيعمل خلي الشيبس تبعي. هو فيري فيري ووفي دوغو بعدين وولف الكلب اسم الكلب. خده كله يا عمي خده كله. اه بيرفكت ضده. اه بس تمكنش حيفجره. ابو لسان حيلحوسك. وينك يا نوتلوس؟ بدنا نهجم عليهم. يلا جاي نغزو، بدنا نغزو. يلا غزو. لا لا روح الكيو بس. لا لفلت لي بالغلط، شفت حدا لفل. طب لا خلاص ماشي ما محتاج بعمل فلاش عادي. غزو حي هذا الجهاد. فيش حدا. ايش هو جيبهم لنفيد هم كمان او نستناهم هون. نستناهم هون. اه يلا اسحب. اوكي ديفو با وورث. اسمع كاتا انا ممكن اجي اقتل لك اقتل معك هذا مال زهار. بس عنده شيل. اوه هاي 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 لوشيان. لوشيان مش كل لوشيان معاش فلاش. معك هوك؟ لا معي ايه. اه خلاص خلاص. هو هون هو هون. بدل لك الليفل 2 مينيون واحد. حلو. طبعا هذه بداية كوميدية. بداية جميلة. انا بس خلي لي الكانون، عندي حق الكانون. ايه هما في عندهم وورد هان. زلمه انا ما بعرف ليش ترددت، كان بدي اهجم بعدين بطلت اهجم بعدين قررت اني ما اهجم بعدين هجمت بعدين ما هجمت، يعني اشياء زي هيك صار. اسمع ايمن كثير بيحبني هلا، اكيد اكيد عم بكتب بالشات انه هو بيحبني كثير. طب كتب لنا هيلب. صار كاتب لنا هيلب ثلاث مرات يا حرام. حقوني. اسمع اسمع انا معي بوتس وهلا جاي لعندك ومن هلا مكسر راسهم.
تتمك بثلاث لغات مختلفة كمان. والله حبيبي أيمن I love you. شو كان شو كتب لي؟ الله استخدم مهاراته اللغوية يعني هو بكتب ما هو حاقد عليك. الله كلمات مقتلهم. اوكي لحسوا لحسوا بلسانه حتى الموت. حاضر خد الكانون. يا صاحبنا خد الكانون. اخذت الكانون كمي بالمد. اتوقع بنقدر نقتلهم لو صار ما صار حق كاميلا هنا. اوكي 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 اهلا نورنا. مين هذا؟ اوه ماي جاد. يلا ايش مين عم بحكي؟ انا عم بحكي مع سباي. ايش ابنك هاي ميسي بكتب ورثه قد اكلتسو بس صوتك شوي خرب. وش دخل؟ انا سالتك بس. لا في حد ثاني كان عم بيحكي معنا. هو 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 صوتك زي الروبوت. والله هلا كيف هذا كويس. لا تعور بطلت تضربه ليه ما فهمت. تعبت تعرف بعد السحور والفطور وهيك بعد الفطور همشي لك اياها لانه حلوه صراحه. شو أيمن لسه بتحبني؟ كتب نوع بس كلام باقي مش قادر احكي. وليش هيك كثير زعلان؟ ليش هيك ماخذ الموضوع جد يا زلمه؟ ليش هيك تزعل؟ ليش تزعل يا اخي؟ كلنا حبايب. It's just a game bro. It's just a game. Why you have to be mad? Why you have to be mad? Why? It's just a game. طبعا انا اكثر واحد في الحياه بكره الكلمه هاي لما حد يقول لي اتس جست ا جيم. هي لقد وجدناها. اوف هاد مالتي. يلا طب جهز حالك. ما هو شالت يا عملت لي بلوك بال اوكي اوكي ده ميسنج جاي عندك. اظني اش جاي لعندكم. تستخدم علي اشياء وتقدر تقتله. هي مش ورد مش ورد. اقتلهم. خالتي معيش دبليو حساسه بقتله. الله عليك. اجا هم من دولوس. يلا روح عليه اسحبه. ما كولد داون خلاص واحده واحده خلاص هي عاد. لا مش هي لما تسحب بترجع بتعمل ريست تستحمل. لا لا مش ريست بصير 50%. اوكي والله جد 50%. ما كنتش عارف بتخوت كنت نص. والله شو تعرفني انك تخوت علي عاد يعني. بس ما عنديش فكره هناك ما اعرفش من كان كان البوتسات. يلا روح لوسيان روح. كاميلا 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 لا هذا دخل عرض الشاب. اسمع وحش انت طلعت والله طلعت اسوأ مني. انا غزاوي وما عملتهاش. اباي 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 اوكي. والله وحش. علم هيك اباي حلوة تعليمك يا حكيم. انا علمتك هيك بس بعرفش اطبقها. اوه
مبسوط. I love life. طلع النبي لسه بكير لساته صغير. اوكي طيب هلا شو المطلوب طيب بنا احنا يعني بوش خلص لا بدكم ديروا بالكم صراحة ايش اربع كلات عندها ايش فيه بس بلعب اي بي طيب. معك معك انستوببل دبي كيف انت النكت نو كيف انت النكت الله كي طيب حسام احنا هلا فين نقتله معي التي انا وانا لما يكون معي التي راح اجيكم حاضر اخذت الدون واخذت الفستور يلا ور نعم انا اخذت فستور حياة حلوة ابسط هو نايس فارم يا اخوان فري نايس فارم واضحيننا اي خدعة يا باشا اي خدعة يا استاذ ما بعرف شو عم بعمل كان الكميل هذا كميل يا انا مزعلان يعني مال زهار رجع الله حلو دير بالك دير بالك في كمان التي اش ارجع ارجع ظهر جيد طيب حسام وين صرت انت هيني هيني بس قريب اسوالح يلا قريب اسوالح يلا كمل جاي جاي عشيرت اسوالح حب حب نلعب كمان جيم بعد هاي بعدين نروح فورتنايت ممكن تلعب فورتنايت من قبل؟ يلا روح كمان روح كمان جيم بعد هاي لسه يعني مهلا المفروض طلعت جينكس كان اوكي حلو جيد جدا هذا الرجل لفاف هاي 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 ولا بس مكش راح بجن اوكي ليش انا لسه لم بتنك فلشت هرب لا ايه بس نعم هرب 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 مني هرب, هرب مني يا خال ما علينا خلي لي كانون بس الله يخليك ما تخلي ما تخلي تمون يا ايش هيك علمتك انا هيك ربيتك يا سباي وين اخسع التربية شكل حموت انا وياك اوكي طب فرصة نهرب لا حول ولا قوة الا بالله اوكي بديش العب اللعبة خلص بطلت العب اجيب لوكت ولا اجيب ارمر لوكت صح لوكت ابلش باللوكت ولا رايتشس جلوري ولا ايش بدكم ايش رايك يا حسام ايش جيب جيب لوكت اول ايتم اوكي بعدين جيب نايتس فاو او احكي لك جيب زيك بعدين زيك اللي بتعطيه لا 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 جيب زيك من اوليتها اول ايتها جيب زيك اللي بتحطها على الاي دي سي تبعك وبتعطيه دمج وبتعطيك بيرن حواليك انت كمان يلا ممتاز ما قلت اجيب ارمر عشان عندنا اي دي سيز كثير ضدنا اي دي هي فيها ارمر هي فيها ارمر هي اش اي بي اكرا هاي انت هلا الايتم اللي جبته الاي جي فيه ارمر غير هيك فيها ارمر بزياده كمان كول داون زيك انا جايب سايد اذا بدك تعمل شيء نتلوس التي اب عمل زارت اب سايد روح روح هذه روح وي كان فايت حلوه استمتع بالاكل يا صاحبي طلع النبي صلى النبي لا 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 اوكي الله يسر عم بتنك لك شيخ الله شيخ هلا هلا كمل التور الثاني كمل التور الثاني تعال درجع مد درجع مد بس بطش وير وينينج وي ار وينينج والله برافو مش عارف ليه مصدوم ليش مصدوم اصلا احنا اصلا دائما فايزين نعم
فاهم ليش بدك الدراغون هذا؟ كثير مبسوط عليه. ايش بدك؟ طب ليه لا خلينا نشيله، خلينا نشيله عشان يجي واحد ثاني بعده. انا معك انا معك، روح تحت، نروح تحت. حسام ما بقدر اشت ثاني، بس خليهم يعملوا بوش كمان. تعال تعال هون هون. لوشا رجع، استنى. ايه المفروض احنا نقتل ميد، شو رايك؟ او الميد اوريدي ديد. ولاو وين راحت؟ وين راحت؟ اختفت. شفتها؟ ارجع ارجع ارجع، ما بنقدر ما بنقدر. انت بتستقل فيه ولا؟ ما راح نقدر. قال معك حكيم حبيبي، الله عليك. صعب كرش العظيم، عيب. ايه بعد شو؟ انت العيب. تعال شو، شوف محسني، شوف محسني. اوه الهيل اخيرا منه فايدة. شوف محسني. اكثر هيل يوسفل في العالم. افا لا، وكان فيني استعمله بالفايت كمان على فكرة لو احتجناها يعني. لو احتجناها بقول لك. اسمع انا بحكي تطلع توب تساعد اكالي. اكالي يو قدام اي تم تنشمد شلو. تعال تعال نشيله نشيله، فكر حاله شاب اللعيب. ما قلت يا الله، ما قلت يسا قتلت من غير ما وصلت. فقع بلش علي هذاك، قرب علي تيد تيد. اهربوا شلف. لا لا تبطوا حالكم. ما شلطة. يلا ممكن نرجع، ممكن نرجع. على الأد على المقاس. صار عندي زيك. لا اوكي وقتنيش وقتنيش. اوكي كلوز بات نو سيجرت. هلا بروح لعند الشريكي وبعطيه ال بايند وذ هذا اكزيستنج كوندويت. ماشي اوكي. هلا شو بدكم، رايتس جلوري ولا اجيب لوكيت ولا خلص بكفي ما في داعي لوكيت صح؟ هلا جيب رايتس جلوري مو غلط. حلو، في شيء ايتم ثاني ممكن اجيبه؟ انا قلت اجيب راندون على اساس انه هم اتاك سبيد ما اتاك سبيد، بس شكله ما له داعي. لا ما في داعي ما في داعي. شو هلا اعطيته الايتم هات حطيته عليه؟ نو اوكي ايمن، لو اجى حدا هفوت عليه انا، بدك تيجي معي. طلع سكوري 4 وحدات، رقم مميز. اوه اوه في اكل همهم، في واحد عم بيموت. انا جاي 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 اعمل فايت. انا ممكن اعمل فلاش وراهم. استنى استنى لما ادخل التي فلش. اوكي احكي. هل انت جاهز؟ يلا واحد أنا... اثنين جو جو جو. يا حرام ما في داعي اصلا. فقع. ما في داعي كان اساعد اصلا. اجي اسال لحيس، اهرب اهرب. ويو بس انتوا ما ظهر. طيب كله فقع جبت الكل. ما انت جبت ال انت الشامبيون تبعك لما يموت لا بس مش انا، مش انا اللي كان علي الهاي.
الا كان عليك انت ومتت وراح على اكلي وماتت واجعلني حلو شين ستاكس خسرت راح رهله لف علينا كلنا رب انا بابا انا بقول نعمل ريبورت للبستاني تبعنا البستاني تبعنا مش ما عندوش كلات كفايه لسه ما عندوش لا مش قادر يحملنا وبيني وبينك صعب انك تحملني على ظهرك يعني هي صعبه والله بدي جرافه بلدوزر لازم زي الريشه يا زلمه هلا انا دمي خفيف بس عظمي تقيل بالضبط نعم ثيك بوند انت مو ثيك بوند طب صبرك يا حكيم استناني هالويف الحلو هذا هذا الويف بدك اياه مع بعض هذا الويف كله بدك اياه والله ما بتحلم فيه عشان ما حميتني كله منك طب تعال 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 اكتب تعال يلا انا جاي بس المشكله عنده الباسيف تبعته اخذ شدامز كثير يا يعني. حلوة حلوة كمل كمل اوكي تمام اختفى بالظبط هذا المحم الجيم وين رايح شباب؟ بطلع على انا راجع بطلع على اكيالي لا لا فوت فوت فتح تاور فتح تاور اوكي ما قلت شفطني ولا اشي بس يلا باقي اقل من 30% من البرج الاخير يا برج الاباطرة My name is Katarina and I shimpo everywhere. Shimpo there, shimpo here. Shimpo, shimpo everywhere. حلو الله على الستن يا كلا. خبوا عليك. اتو. بلعك يا صاحب. اكالي كنسل على السريع. صاحبي بلعني. طعمك زاكي يا سباي. عامل ليفل 7 بعدين. يلا. فرج فرق الفار بيني وبين كميل يا حرام مع انه معها هيدرا سكين كميل اوه هاي هاي صرنا كثير حتطول الله ليه ايش لو هاي مات سلوشن حلو هذا كل مرة على آخر لحظة هيك بيطلع منها. أكالي معصب. نايس. كوادرا. يلا كوفيرس كوادرا. وراه وراه كيف تتكلم وراه يا حرام. هلا أنتوا كلكم ميتين. راح يموت من الأتاك بس أنا موت قبل ما يجي الأتاك. هيني معك هيني معك. يلا. اكيد يلا لا 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 اوكي نيفر مايند ام اوت اوكي خلينا نهرب خلينا نهرب براحته عم اعمل لهم تمويه خدعة صح؟ حلوة حلوة يا حكيم أيوة اسمع أنا استعملت كل شيء كل شيء نباتات موجود على الأرض استعملت أنا كل شيء ما في داعي أرجع حتى كويسة فيتامين فيها طبعا ألوفيرا يا طويل العمر
خلص الثاني انا. خد هذا قلتر شو منه. انا بلشت ها. ثابت سايد. شباب بنقدر نجيبه هذا ولا لا؟ نقدر لو بس احنا من الفايت خلاص خلص الجيم. او الشباب من الفايت. اوه يا عيني خلص بوش ميد هي استنى استنى هاي بدي رقصها هاي اونت 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 الله اونت 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 خلص الجيم ولا لسه هي هي خلص الجيم خلص الجيم هي هي الله عليك حكيم شو الكري هذا الضحك صح قلت لك بقى انت العب لاعب في العالم انا شو بدك انت يا زلمه هاي بدك تي جي على الجيم هاي خلص اطو واحد تي جي نوتلوس خليك سبورت عمرك ما تلعب بشيء ثاني والله يعني والله حتى السبورت مو سهل اوكي السبورت مو سهل اصلا سبروم. مو سهل السبورت مو سهل لا مين حكى انه سهل العكس ولا طيب ليه حسك هيك تخوت علي قاعد لا بس مين حكى انك تخوت انا بحكي جد 100% ريحتك هيك طالعه هيك مش مريحيتني مش مريحيتني ابدا انا ايش تحكي يا صاحبي everyone on your team every honor the teammate you got a little extra honor progress يا عيني الله اوكي بس انا في عندي item خلينا نفتح الصندوق وبيطلع معانا يا اعزائي المشاهدين ايش في ايوه كاسدن عندي كاسدن وكيل ما بعرف كيل ما بعرف عندي اها 90 بلو اسنس معنا شو تعمل بلو اسنس هاي اوند الاثنين اوند عندي بعملهم ديسنشانت على فكره انا هلا بشوف مثلا بيجي او احنا بدك تلعب كمان جيم بعد هاي ولا لا شو خلص ممكن لا عادي مش مشكله ناس بعد هاي هيك جيم ممكن نلعب فورتنايت كان لسه بقى الوقت بالبرنامج ممكن ممكن فورتنايت على حسب المباراه لانه بقينا تقريبا 40 دقيقه اذا مش غلطان وفي هلا كمان خمس دقائق هيكون في عندنا موجز كمان سبع دقائق عشر دقائق تقريبا اعتمد هاي الجيم متى بتخلص مش مشكله مش مشكله طيب شو في هيك سبورت غريب ممكن اجربه يعني اشي هيك حلو كاسترز او اشي سكيل شوتس اشي حلو هيك بلتز ملعب بلتز مسلي لا ما بحبوش انا بحش العب ضده اصلا مس فورتشن تنفع سبورت مس فورتشن لا تنفع سبورت اي بي العب مال فايت سبورت مثلا ليه ما تلعب اشي ما لعبته من قبل زي لولو لولو بحش عشان مع ياسو او جانا جانا انت بتغني العب سبورت جد انت شكلك بالضبط عشان قالوا ايش يا سبورت جد احنا بنلعب رانكت ليش ما بنلعب لا اذا رانكت خليني خلص يا شادو ياسو بدك تضلك ميد ولا توب ولا ايش وضعك لا بديش ميد خلص خلاص انا جنجل انا ارجعوا زي ما كنا بس ما تنساش انا هلعب سبورت صح ايمن ايمن اي سي سبورت نعم اوكي بس ما هتفلسف واختار اشي مش شاطر كتير فيه ممكن العب زيليان ممكن العب فيلكوس ممكن العب ممكن تلعب فيلكوس سبورت اذا حابب صح جربت تلعب فيلكوس سبورت وهحتاج اعمل بوك يعني هذا هو المطلوب لا بس اسمع هو محتاج لعب جد صراحة اذا بدي العب جد يبقى بدي اختار بروم يمكن بروم بنفع كمان بروم ازرائيل قويين اللي بريحك بروم اسكت يا باخذ بروم شو التيم هذا؟ ما تنسى تغير الهيل يا حكيم حاضر بس لا انا هالمره هاخذ اكزوست
نزل البرنامج انا بستخدمه يا don't lock in نفس الشيء don't lock in لا لا قصدو عن سباي هاي نستنى لاخر لحظه يعني ايوه عشان ايه عشان انه يغير الرونز والكلام هذا كله اوكي طب شو العب هلعب جسد فيت شو لك تلعب شين ميد ما عندي شن العب لك لولو يا صح روح لولو طب بس احسن مع تيليبورت ولا اجنايت لا بنفع مع اجنايت باخد اوكي بتجي تلعب لولو انا ياسو بدك تعمل هاي لا ما بتنفع مع كميل انسى انسى العب عادي العبه ميد طب ويت ويت نو 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 استراتيجي هاي ما بتنفع مع كميل اوكي ليش وديتني لولو جيم جيم صن طب مش مشكلة اوكي يلا نسمي بلا ونشوف الوضع هلا كيف تيجي هذه المباراة الثالثة احتمال تكون اخر مباراة ليج اوف ليجندز وبعدين ممكن نقول بس عمل اكنه عمل لي ديسكونكت ما بعرف احنا هذا عندنا عادي انترنت لودينج يا هو عامل ديسيز انت لو دخلت على الجيم بيكون مشي الحال لا عاد استنى هيو بدا يعمل لود عندنا هو على طول حتى قبل ما يبلش كان عم بيعمل معي لودينج انا اخذت اكزوست منيح اظني لانه عندك انت جينكس عندك رينجار وفز هي مشكله برينجار وفز رينجار وفز يلا اوكي طلع بابو نويل وي ويش يو ميري كريسمس من هنا هي طلع بابو نويل اصدع يلا انفيت كمان مره زي جيم ماضي يلا انا معكم عندك كيو هلا ابلش دبليو ولا يلا اوكي انا جاهز ابلش كيو على السريع أعزائي المشاهدين احنا رح ناخد استراحة سريعة جدا نروح لموجز الأخبار ورح نرجع لكم على طول بعديها خليكم عن المباراة لسه بأولها أي بس خلاص اقعد اوكي لازم اوقف الدور هلا طبعا المباراة هلا لسه يدوب 6 دقايق ونص يعني المباراة بأولها وانا ميت مرتين ولكن جبنا فرش بلاد يعني وزبطنا الوضع كيف ايوه هاي انا عملت له استنى يا ايش في ليش تركتني كثير بعيد مش هتترك لا يا زلمه طيب فلاش نايت فلاش هيل مشكلة عادي بنرجع كمان انا عملت شيء غلط ولا ايش؟ هو انت لو ساعدتني على بار لانه انا كان بوجه بار بس طب انا ما اوكي ما كان اجى عليك هذاك الثاني يا بس ما بفرق يعني انت معك الشيل تبعك كمان عشان توقفها تحاول تعمل علينا دمج تقتل التارجت اللي قدامنا يعني هي عشان نروح هي لانه كانت بعيد عني صراحة يا ما بقول لك انت لو رميت عليك يو كان مات انا بقول انت اللي عندك الديماتيريلايزر ايمن اللي عنده اياها انا زي الاهبل بقول يا اخي وين الكانون عم بيختفي مني والله اخذ منك الكانون هو قاعد فيها وانا خوتت قلت معقول انا عم بعمل لاج معقول انا بضيع هذا اللي بكون عم بيسب علي فكرني بعرف العب وهو عنده حق هو قال هيك يعني ما علينا اوكي انني جائع هذا ايش بالمد قلته اوكي نايس قلتلو an enemy has been slain an ally has been slain an enemy has been slain
شو عم بكتب؟ شو عم تكتب؟ لا لا بس عم بحكي انه بلش. احنا ميسينج بارد ها؟ كان بالمد ومات. اوكي اوكي هو كان ميسينج من 5 دقايق. زمان ميسين هاي رجع السهل لف لف ورجع لك. احلى شيء ان انا ماسك شاميني بايدي. طلع وين عرم الله وين عرم الله ميسينج. ايزي وين الفارم تبعه جينكس هون. اوكي فيسبوت شباب فيسبوت شردة عطى شردة القديم يب هاي فيس والله yeah. حلوة good call يا خال. احلى شيء اني برمي هديه بخلقته بدوش الهديه هو خذ الهديه مني. مش معي فلاش بس معي اكزوست هلا كمان 5 ثواني. انا بقدر اجي عندكم بتلين هلا. تعال رنجار هون بس كمان. اوكي تمام جي بي معك التي اوكي تمام. اسمعوا فوكس اللي بيجي على الستن تبع بار عادي لو رنجر او بار يعني اي حدا منا ومنهم بيجي عليه الستان. انا عم اتحرك بوتسايد الستان تبعت مين؟ تبعتك انت؟ تبعتك في حدا هون؟ يلا ممكن رينجر. اوكي روح عليه بس مثلا هون عليه على هذا على جينكس انا حقلتها. يلا تمام نيد الالت ماي الت اسمع ورانا بدو ديمير واك حلو. اوكي وي اول دايد. يا ضربة ثانية حلو. بوش الويفا. يا انا راح اجيب لوكيت. اوكي جيب لوكيت بعدين فاو. طب الاخناء هاي ما مشيت لمصلحتنا. لا مو مشكلة جي بي قدر يعمل بوش توب وكانت 3-4-3 خير. 3-4-3 هي بس شفت عشان هم يمكن كانوا متقدمين علينا باصلا 11-9 وهيك عرفت. بلو كمان 30 ثانية كتير كأنه جاي. نقدر ننزل بوت لين كمان مرة هنا. تعال معي هون. أنا معك سويبر هاي عندي... معك عندي معك شغلها. لازم ارجع اشتري فز مس. اوكي خليهم يعملوا بوش اي ازريل. انا هتحرك معك لما تتحرك قبل ما تحكي حتى. لا انا يلا عليه. حلو برافو على السريع. اعملوا بوش هلا يلا عشان نعمل دايف. بس تا اسمع بروم تحرك على الريفر. جا في اثنين في تلون كمان. علق معك الصوت انت. لا سعدو احنا كلنا مع بعض. هي يلا انا عندك. يلا وين فيز؟ طيب وين روح؟ هاي هون. هاي طلع. نهرب ورا ولا نشيل هالتا؟ ارجع لين.
ديروا بالكم عدد فايت شوي لانه لولو راح يعمل بوش. طيب ما مش كان مفروض نحول نحول على اوبجكتيف هلا احنا هم كان عندهم بريشر احنا نخفف من البريشر وعشان نعمل هي بارد هون اسمع بارد هون بيقدر يعمل دوج بيقدر يعمل دوج بالضبط. هسه انا بس سؤال قوي بيقدر يعمل دوج للاي تبعتي بالاي بالاي تبع دبليو تبعتي بالاي تبعت فيز مش منطق ما بعرف كات... ما بعرف خلاص لا مشكلة. عندي الكنا خليلي خليلي الكنا قوي كمان انت رجعت من الجيم كويس هاي هذا التوب سايد هيك الشاب تبعي هيك كذا ايمن لو نطيت انا هنط وراك فلاد بتصايد دير بالكم جس عندي التي انا عندي التي غريب ان توقعتنا توقعتنا ممكن نعمل تريد يموتوا ما بعرف ليه هيك ليش ليش ما قدرنا نقتل حد فيهم هيلوا ولا انا ما شفت الفايت صراحه انا معك انا معك اوكي خلي 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 على اساس تفكر بارد دجنجك انا معك يا انا راح البطلين حلو او بيو بيو عدى من جلد يطلع من هالبقرة عشيت كان ما بقيش مع عشيت كان ضيله 1 سكند بالضبط فيك تقتله؟ واو يا بموت حموت 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 عامل الالتي وعليه طبعا ايزي بطل بدي يرجع لعندي كرهت عمره اوكي تمام خساي التوب سايد خدنا فيرست ستور يعني هذا شيء بالضبط دير بالك فيز يمكن يكون لسات مانا شفت شفت ورا دون في واحد دون رينجر بالضبط يلا ليتس جو ديروا بالكم ديروا بالكم ديروا بالكم رينجر بتصايد يا بالضبط انا عندي التي كمان 10 ثواني هيو هيو فيز تحرك لازم اعمل شفت يا الهي ما بعرف هم كلهم لو اتش بي ليش ما بنقتلهم هلا هو كان في خمسه ضد الثلاث هذا اللي صار هلا يعني بس قبل ما يوصلوا البقيه يعني كان المفروض ان احنا نقدر نعملهم شيء ايوه الفاضي هذا بيجي فلخ هيك بيبلعنا بلع نو كيف مسكتني هاي والله جاي ما خمسة ليش يقتلني نط علي لا بس كثير هيك عم ناكل ضرر غريب يعني اطلع اطلع صراحة انا اللي سحب توري اسمع 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 اخرب عليهم انا ميت ست ثواني ثواني لولو خليك بوت ازريل بروم روحوا ميد يا عشان ارجع اخي اشتري اللدنس على السريع خلي جي بي بوت سوري خلي جي بي بوت انت ارجع خلي جي بي بوت انت اطلع سير فرم توب ويف اللي بتيجي يلا
فهدول نقدر نعمل عليهم فايت. جو 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 على جينكس. هو ما شاء الله خمسة بيلعبوا ال سي اس هدول ولا ايش؟ ايش فيه؟ فايف مان فليكس مان جيمات هاي رانك مش نورمال اكيد يعني حيكون في بيناتهم كوردينيشن. وي كان دو شيء. ما حيكونوا ناس نوبز يعني. Yeah. حتى لو كان نوبز رح يكونوا سامعين بعض على الاقل. اذا صار يحكي حدا تعالوا فايت الكل حيجي. فهمت عليك. مثل ما احنا بنعمل بالضبط. احنا جي بي بعمل بوش بالتوب. كلم. سادو. يا ربي. كذا. استعجلت فيها. حلو وحش. بس خذوا تاور الميد وديروا بالك عليها. دير بالك يا حكيم. فعلت هذا. انا معي زونيا. تمام. طيب نرجع. نرجع. طيب شردة ده كيف لسه شايفه؟ لأنه تبع يزم قرن قاعد. لوكيا بستنى فيك. نعرف انه قاعد بستنى. هلا احنا عملنا في جي بي صح المفروض؟ والله بلولو. والله؟ يلا وال نت اني تايم سون حيصير قوي. انزل بوت جي بي. كثير بده ايتم. انا هني موجود وعندي اللوكيت هلا صار. مع ان الايتم تبعتك مش دمج. انت الايتم تبعتك عشان ما تاكل وان شوت من الفلاد ورينجر. فما تفكر حالك يعني قوي. بدك وان مور ايتم. ما بقول لك عشان هيك بقول له لساته في وقت. شي قلت له لولو اعتمدنا. سألني مين املنا؟ قلت له لولو. اوكي اسمع ارنط عليه. معك نوت. ارجع ديروا بالك ولا بسيف شوي. احنا وي اوت سكيل باي ذا واي. ما عليك توب سايد بس فري هيك حرام صح؟ ما انا قلت لك انت لازم تكون توب سايد. هم ميد. ارجعوا شوي يا ازرايل وهذا. انتوا كثير مقدمين ضد كوبارد ورينجر. يلا حاضر. بالضبط بارد التي. والله عشان هيك. طيب الكونسبت طبعا الجيم هذا في شوي توتر صراحه اللي عم بيصير. اوكي فلاد رجع. انا حبش الويب هاي وارجع اتحرك. اروح اشيك على الدريك ولا لا؟ لا ما في داعي. بس ورد دير بالك. هلا هم عنده فيجن عليك. شافك لما حطوا مورنجر هون. بس ما بيقدر يتوني لحاله. بيقدر؟ لا بيقدر لحاله؟ مع لوكيت مع اكزوست دارك هارد بيعمل كثير. شكله عم يشيله هاي. مش مشكلة خلص جيف ات اب. بس انه الجي بي ما يموتش. مش بعيد يكون عم يروحوا لعنده. هما بالجنجل عندنا. ها نروح ما نروح. لا بس كلير ذا ويف. توب بوشينج. وهي المد شبه بوش. هلا اسمعوا رينجر توب. نقدر نحاول نعمل كولابسون على عليهم. وي كان فايت. هي على بارد. على بارد. هاي جينكس هون ورا. فيز كمان. رينجر جاي. رينجر جاي. شوي. اوكي
كيرينجان. وات هاي فيزون 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 هاي فاز فيزون فيزون خليك هاي فاز هاي فاز روح عليه روح عليه احمى ازريل وكب عليه ايوه بالظبط خلص اطلع اطلع من محل ما انتو فاين فاين هذا الفايت منيح لاني كان جي بي هلا انزل انزل بوش بوتلين هذا ما تعمل تشيس انزل انزل بوش هو كتير سليبري اصلا هذا فيز بيضل ينط كلنا شفناها يا شو هي؟ يعمل بلاي بال An ally has been slain. Yep. Nice. You get the red buff, sword. هلا لما انت بتقول سورت ما هو اخذها منك ولا كيف يعني؟ مش... بتخوض اكيد نعم بتخوض قتل حاله عشان ياخذ بتحوط عليه طيب شو المطلوب هلا ليش عم تشاور على اسمع هضل شايفيني ما بقدرش ارجع وي كانت فايت ات هايم معناه جي بي ارجع بس ديس انجيج فينجر ضيع التي ذاتس جود هيقرب علي اذا نط عليك احتياط لوكيت كمان 20 ثانيه اوكي تمام استنى استنى لما ينقل الاي تي يروح وي كان ري انجيج ها ايوه راح على انجر انجر جو 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 على انجر اوكي تمام معي فلاش اوكي اوكي يستيل مش معي لوكيت لعبتوها صح؟ ما مش معي لوكيت اي دونت نو واي وي توك ذا فايت هذا تيربل فايت فايت لانه لوكيت ما كانت راح تقلبه يعني انا دخلت لا ولا حتى التي يا شباب ولا حتى الالتي يعني يعني ما كنت جاهز هو بصراحة أنا حاولت أعمل بيل أكثر نعمل دمج وكان هذا الشيء غلط أتوقع لأنه كمان جينكس فرمتنا فرم ورا والتهيت مع جنك بلانك بالرغم كان بقدر أعمل دمج أكثر ما توقعت صراحة جينكس كل هالدرجة قوية وقعت أنه لكل انفينيتي انفينيتي هوريكان بسيطة بسيطة لا هي أخذت كواردرا لا هاسل جابت كواردرا هاسل شرع عندك الدمج الانمي هاز بين سلاين اوكي تمام جي بي جي بي بريشر بوتلين تعال 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 حسام خلي لولو توب انا بعيد كثير عنك طب ما حد يجي عملت ستان عملت له ستان بس انا طلعت بسايد ضيعت كل شيء عشان اخليه بالجيم خليه جنبينا try to push mid lane بلكي قدرنا نعمل اشي على البرن اسمع هاي رينجر هون رينجر هون رينجر هون yeah. اروح يعني؟ اتحرك معي عليه اه اه ايوه اوكي انا قتلت جينكس جيب جينكس جيب ما انا عندك ما شاء الله تفز ما شاء الله تفز قرب علي قرب just kill them Oh my god ما خلص خلص don't over chase ارجع و push mid هاي لف عليك الانقار هلا بقتله اذا جرح حاله هيك بلوتش فيه انا لو وصلت جينكس بقدر اشيلها زي ما صار قبل شوي هلا اوكي اوكي الكريت تبعهم جيم از هارد بويز ها طيب هلا شو مطلوب اجيب ممكن اعرف اجيب زيك لا ها نايت فاو لانه عندهم كثير دمج نايت فاو نايت فاو عرفت عرفت خلاص اجي
هذول عم بيحاولوا يعملوا كاتشون ها؟ اه بالضبط يمسكوا واحد. يلا هني جاي. لازم نتحرك مع بعض. وبروم بالقدام. حاضر. انا معي يكون عندهم كاتشون هون. يا بالضبط انا عندي خلي بروم يبدا يتحرك. حلو اسمعوا بروم يبدا يتحرك بعدين احنا كلنا بنعمل كلها بسرعة. يلا يلا اوكي. اوكي قلت له فيز قلت له فيز بس اسمع ماما يا فلاديمير ورانا كنا خلاص او باي طلع عندهم مشكلهم كان عندهم وردي هون كمان فلاديمير اجى من ورانا مشكله بروم فقع بسرعه ما بعرف كيف احنا عارفين انا طيب. اكيد انت حرام عليك لازم شغلت الشيل تبعك جهزت حالك اسمع انا يعني بدل ما اموت بثانيه ربع متت بربع ثانيه فمع الشيل كان زودتني النص انت لو مشيت للنص لهون وكبست انت مباشره ما كنتش راح اعرف يعني ما تحاولوا تحطوا يعني تقول لي يعني لا هو بس الشيل لو انت الشيل كان لحقت على الاقل تكبس ار عرفت علي قبل ما تموت والله ما كنت لحقت اعمل اشي انا نعمل سي سي اكلت على راسي انتهى الموضوع انا اكلت على راسي 45% من الدمج هاي هي 45% من الدمج اللي اجاك كان معناته كنت راح تموت بوقتها عرفت علي انا عارف بس انا عارف بس انا عم بحاول احسب الحسبه انه لو حطيت 45% دمج اقل هيطلع معي تقريبا ربع ثانيه زياده عندك حق كان المفروض احط فيها الالتي تبعتي بس انا كان بدي راح احط وورد على الاقل احترم حالي لا جيت بلاد من ورا كانت شوي صعبه صراحه لما شفت بلاد اكيد خسرنا ادي بلاد هذا هو يعني زي ما تحكي الدريم انه يجي من ورا صح هي هيك يجي من ورا من الالتي ويجي على الخمسه يعني حلم الموسم يلا ما علينا وردان صح هو باقي كمان باقي شوي على البرنامج بس احنا ممكن نفوت نلعب لنا جيم ممكن نلعب فورتنايت ليش لا جيم فورتنايت بخلص بسرعه نقدر نلحق يلا ليش لا ممكن نلعب فورتنايت انا ما عندي مانع نلعب فورتنايت ابدا حد منكم بيقدر يلعب فورتنايت ضد سباي ايمن ما تقدر تلعب فورتنايت صح جيم واحده بس قرب يخلص البرنامج يلا نلعب جيم واحده يلا هو معي انا معي انا الجيم واحد ما راح يكمل معك اصلا 4 دقائق لا بالعكس ايش بتفكري الشباب لا غلطان يا طويل العمر غلطان كتير كمان مش شوي يلا بستنى بس تعمل لود وير سوري وي هاد problem starting your game بتحب تخبص معي اللعبة مرات بتحب تخبص معي اللعبة انا دائما احظ هيك لما اكون العب كنت بخبصه معك لما اكون على الستريم قبل الستريم كل شيء تمام بس هي تكنولوجيا هيك ما فيك تعتمد عليها دائما يعني عشان كل واحد يضله يعيد ويزيد ويقعد يجرب ويخبص الدنيا شوي ويشوف الوضع كيف بده يمشي يعني بس ما علينا انه تمام كل الوضع خلينا نعمل لونش كمان مره نشوف اذا هيطلع معنا فورتنايت هو صراحه يعني الله بيحبني انه احنا ما راح نلعب اللعبه هذه انا كثير سيء فيها كثير سيء بس مش عم تخليني ما عم تخليني افوت طب شو الحل خليني اجرب اشوف اعمل ريستارت لل هذا مش عارف ايش عم رسيت للكلاينت ما اظن رح تفرق كتير بس بنجرب صح مش خسرين شيء هو انت ليش ايش هل انت كيف تعمل البنى هذا وانت بتضلك ماشي عن جد تعمل F1 وكليك كليك كليك ولا F2 بعدين كليك كليك لا انت بتقدر تغيرهم مثلا انا حاطهم C و Q F اوكي ناس تانيين بكونوا حاطينهم على الماوس تبعهم ايش انا اللي كيو هي بتكون ناس تانيين بكونوا حاطين على الماوس تبعهم بلا صح يمكن
طبعا اللي مش فاهم انا شو عم بحكي، عم بحكي عن لعبة فورتنايت اللي هي اللي بتلعب باتل رويال 99 واحد بيكون في خريطة واحدة. اه نفس الشيء، مش 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 عم تخليني اعرف ايش المشكلة. المهم the operation identifier is not valid. والله انا ما عملتش اي حاجة، ما كلمتش اي حد غيرك يا استاذ ايبك جيمز. ما اعرفش انت عايز تشغل اللعبة شغلها، مش عايز تشغلها مش مشكلة عادي نلعب غيرها، ما فيش اي مشاكل. بس اللي انا بقول لك اياه هو بشكل بسيط، فورتنايت طبعا هي اللعبه هاي اللي 99 واحد بيكون في خريطه واحده، وطبعا اللعبه هيك شويه زي الرسوم الكرتون. والحلو انه بيكون معك انت زي الفأس هذا البيكاكس اللي بتقعد تكسر فيه الحيطان والخشبان ومش عارف الكلام هذا كلياته، وبكل بساطه بيكون يعني بتلم خشب، بتلم سلاح، بتلم حديد، بتلم فحم، بتلم مش عارف ايش، وتقعد تبني وانت قاعد بتركض، تقعد تبني مش عارف كيف عم تبني جسر وانت ماشي. والله زي توم اند جيري، هذا بيحط اللوحه قدامه بيمشي عليها، بعدين بيصير بنص الهواء حط اللوحه ثانيه قدامه بيمشي عليها، بيرجع اللوحه اللي وراه بيحطه قدامه بيمشي عليها. يعني ما بعرف يعني انه يعني الفرق الفرق كده توقع اللي واحد طالع بلد كبير او عمل عمارة كاملة، اذا طخيت البيس تبعها كله بوقع بيموت. والله والله اللي انت يعني اوكي، بس انه كون ان انت عم تبني على على الهواء عادي ما علينا. يعني صح انه صح انه الالعاب العاب ما في العاب الفيديو جيمز ما فيها واقعية، بس ما علينا. المهم المهم يعطيكم العافيه يا شباب. خلص احنا هلا الحلقه انتهت معنا، فبدنا نقول لكم اعزائي المشاهدين شكرا كثير لوقتكم معنا، يعطيكم العافيه. بكره ان شاء الله هيكون في عندنا جيمز ثاني والشباب هيكونوا موجودين الساعه 12:30 مساء بتوقيت السعوديه، يكونوا معنا. وصباح الفول والفلافل، قولوا باي جايز باي باي.